احنا هنا في البدايه بس بينا نوضح حاجه. تطور دار الوثائق القوميه من متحف القلعه لسرايا عابدين لدار الوثائق الحاليه، ان شاء الله الدار الجديده اللي هتفتتح في الفسطاط، ودي تطور مراحل دار الوثائق القوميه. حاولنا هنا نضع نماذج من المقتنيات دار الوثائق. بدانا هنا بالعصر العثماني، ودي وثيقه اقرار الشيخ شهاب الدين محمد ابن يوسف امام مقام الخليل ابراهيم، ودي وثيقه من العصر العثماني المحفوظه بدار الوثائق القوميه، وده من نموذج منها. الصوره المعروضه الثانيه دي وثائق خاصه بمنطقه الشام، ودي بالاموال المقرره على نواحي القدس الشريف، ودي خاصه بسنه 1247 هجريه برضو في الوثائق العثمانيه. نموذج اخر من الوثائق العثمانيه، ده تبايع صادم من الشريف عمر المقدسي من تجار بسوق الغوريه الى زوجته، ودي نموذج من نماذج الوثائق المحفوظه بدار الوثائق القوميه. ومضمون الوثيقه امداد الحجاز بالاموال الخاصه مع اقتراب موسم الحج، ودي ب 1253 هجريه. ودار الوثائق تحوي على مجموعه عديده جدا من السجلات الخاصه بالوثائق العثمانيه. دي بتدل على العلاقات المصريه ما بين الدول الاخرى، ودي وثيقه مؤرخه ب 27 شوال 1267، ودي تحمل مصاريف انتقال مفتي تونس في العلاقات المصريه. هو حضرتك كان موجود هنا في مصر، فانتقاله بالسكه الحديديه كان على نفقه الحكومه المصريه للذهاب الى الحج. دي تهنئه شيخ البحرين للملك فاروق بمناسبه الزواج الملكي. نموذج اخر من التعاون، بس ده تعاون ثقافي ما بين مصر والعراق بتاريخ 1941، انشاء مكتب ثقافي بين مصر والعراق. دي وثيقه خاصه باعتداءات اليهود على فلسطين وشرق الاردن، ودي مؤرخه ب 24 مارس 1944 لبيان الاعتداءات على بالقنابل على اليهود بالقنابل على ادارات البوليس في القدس الشريف. دي خاصه بجامعه الدول العربيه، ودي بيان التصرفات التي تمت منذ دور الانعقاد الاول لمجلس جامعه الدول العربيه بتاريخ 5 نوفمبر 1945. ودي بتأرخ لتاريخ جامعه الدول العربيه بتاريخ 29 مايو 1946. في العلاقات بين مصر والكويت، تصدير مطبوعات الى حكومه الكويت من مصر. دي خاصة بالتعاون ما بين مصر واليمن، مشاريع تطوير جمهورية اليمن. دي خاصة بالعلاقات بين مصر وجيبوتي. ودي خاصة بالحجر الصحي الذي كان مفروضا على بعض الدول. دي العلاقات في مجال التعليم، إرسال مصر مدرسين إلى بعض الدول العربية. استعانا بخبير قانوني في النزاع القائم ما بين إيطاليا وليبيا. مجال التعاون العسكري ما بين مصر والسودان، إهداء 4 طائرات مصرية إلى حكومة السودان أو إلى الجيش السوداني 1956. وثيقة أخرى بالاعتراف باستقلال مراكش وتونس بتاريخ 1956. التعاون العسكري ما بين مصر والمغرب، إهداء طائرة تدريب مصرية إلى حكومة المغرب أو حكومة مراكش في ذلك الوقت. وثيقة خاصة بشكر وزير معارف قطر الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني مصر على إعارة مدرسين، ودي أيضا تدخل في مجال التبادل والعلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر وقطر. وثيقة أخرى دعوة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي لوزير التعليم المصري لزيارة الشراكة. توضح التبادل ما بين مصر وحكومة الشارقة في ذلك الوقت 1962. هذه الوثيقة خاصة باستنكار مجلس الأمة المصري للأعمال الوحشية للفرنسيين في الجزائر، وتطالب الحكومة المصرية بإيقاف تنفيذ الإعدام في المناضلة جميلة بوحريد بتاريخ 1958 ميلادية. وثيقة خاصة بنشر الدعوة الإسلامية، إفاد مبعوثين من الأزهر لنشر الثقافة الإسلامية بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 18 أكتوبر 1970.
ثقة خاصة بجمهورية جزر القمر، خاصة بتعيين سفير لمصر جزر القمر 1976. تعاون عسكري آخر ما بين جمهورية مصر العربية وحكومة الصومال، إهداء أسلحة إلى القوات الصومالية بتاريخ 30 مارس 1978. التعاون في المجال الصحي، إهداء 50,000 جرعة لقاح الحمى القلعية إلى حكومة الصومال لتفشي الأمراض بها. ودي وثيقة سنة 1983.